صح، ماشي مشكلة اخويا. معقول اخويا يعني. ان شاء الله الله يرحمه في النهار اخويا، الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. الله يرحمه. السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في، مباشرة من جامعة الحساسنة ضواحي برشيد، بمنزل أسرة شاب كريم اللي مسكين يعني راح ضحية جريمة هذا الصباح. معنا أحد الأصدقاء ديالو يعني اللي هما معاه، غادي يحكي لنا على العلاقة ديال الصداقة ديالو مع كريم. تفضل أخويا. السلام عليكم، مرحبا بكم. كريم كان أخويا، ما مشى معك بس خويا، ما مشى معك كريم بس. كان اخ وصديق كان اخ ديالنا وكان معنا في الغربه ودوز معنا ايام، نعرف والديه ونعرف كاع في ليبيا يعني. كان في ليبيا مسكين، الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النار، الله يرحمه ويوسع عليه. كيفاش اخويا تلقيتي الخبر ديال كريم؟ خويا يعني عيط عليا اخوه، اخوه في السعوديه قال لي راه اخونا كريم توفى. هذا هو كيفاش سمعت اخويا، ملي سمعت شديت راسي صدمت انا. هاد السيدة ولد عم وياك اخويا؟ ما عرفتش اخويا، والله ما نكذب عليك، انا مازال ما عرفتش شنو واقع بالضبط، يعني ما عرفتش شنو واقع بالضبط، فهمتي؟ جاي كان عزية الله كان سمعوا في الاخبار. بارك الله فيك اخويا، امشي معك اخويا، امشي معك الله يرزقكم الصبر. ما كتشوفوا مجددا متابعي قناة شوف تي في، يعني مباشرة من المنزل، يعني بالمنزل ديال الشاب كريم اللي السلام عليكم. البركه في راسك الشريف، فهمتي؟ البركه في راسك. واش انت العم ديال وانا كت البركه في راسكم بعدا يعني. بغينا كتقول لينا كيفاش تلقيتوا هذا الخبر ديال كريم؟ تفضلوا. هنايا خويا كنا بحال كيما كنا، كنت غايب شويه، جينا الصباح بغينا ندير شي دريريات المدرسه. انت العم ديال؟ اي عندي دريريات المدرسه، تسات جو مجموعه، ملي سخت الشوق جبرت الدري ميت. واش مسكين مشى يحسن عاد الحلاق؟ عاد الحلاق، عاد الحلاق حسن عاد الحلاق. المشكل هو انهم ولاد العم، ولاد العم. وكل واحد في العمر ماشي كبار، يلاه دابا في العمر ديالهم 26 عام، 26 سنة جوج. دابا سي كريم مسكين الله يرحمه، الله يرحمه، كان خارج ليبيا ولا كان غايب ليبيا وجا وما صارش، الله كان بغا يسلك الطاليان وما صارش الله. هو هذا هو اللي ما كانش شي مشكل بيناتهم ولا شي. اش غادي نقول لك، هما كانوا اصدقاء. راه راه تعشى عندهم نهار الجمعه، تعشى يومين هذيك، يومين باش تعشى، تعشى عندهم وكالوا شربوا مع خويا تا هو معاه، وناد خويا بحال كيما بقاو هما باركين. و امر لله، الله يرحم الناس، الله يرحم الناس اخويا، تبارك الله، الله يرزقكم الصبر، الله يرزقكم الصبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. كتشوفوا يعني مجددا متابعينا مشاهدينا الأوفياء، اللي أنا كنت واجدوا بالمنزل ديال الضحية كريم، ضحية كريم اللي راح ضحية جريمة قتل من طرف ولد العم ديالو، من طرف ولد عمو اللي حاول أنه يدوز عليه، للأسف شديد حاول يدوز عليه. المنزل ديال الأسرة بقى العائلة وباقي الأسرة ديالو، باقي الأسرة ديالو يعني كيتلقى واجب العزاء في انتظار أنه الدفن ديالو، الدفن ديالو. حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحادث اللي كان اليوم، يعني هذا الحادث اللي كان اليوم اللي راح ضحيته الشاب كريم من طرف العم ديالو اللي حاول دوز عليه مسكين، يعني من 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 العنق ديالو عند واحد الحلاق، والجاني لازال الان يعني في واحد الحاله ديال الفرار. العناصر ديال المركز القضائي والمركز الترابي وجميع العناصر التابعه لسريه برشيد يعني تسابق الزمن من اجل القاء القبض على هذا الجاني والمعتدي اللي الكل يعني جماعة الحساسنة بالدوار، بالضبط اللي جماعة الحساسنة بالدوار، لا دوار رياح، دوار رياح، يعني جماعة الحساسنة دوار رياح اللي شهد
انتوما الجيران ديالو ياك ممكن تخدم لنا 200 متر منك هضره انت بحال ما بيناتهم 100 متر هما نعم شحال بيناتهم تقريبا ما كيساش 200 متر دابا كلشي دابا كلشي كيقولوا بانه هذا كريم الله يعمرها دار وكانوا يعني خوت مع بعضياتهم لا حول ولا قوه الا بالله الله يرحمه الله يرزقكم الصبر الله يرزقكم الصبر الله يرزقكم الصبر كيف ما كتشوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر كانت هذه يعني تصريحات ديال الجيران العم الاصدقاء ديال الشاب كريم اللي راح ضحيه هذه الجريمه ديال القتل الجريمه البشعه وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه والله يرحم الله يرحمه لانه كان كيتمتع بواحد كانت بيناتهم واحد العلاقه يعني ديال الصداقه بيناتهم ولاد العم بجوج ولكن الشيطان الشيطان اللي دار هاد الامور كنتواجدوا بالضبط بدوار الرياح جماعه الحساسنه ضواحي برشيد اللي في بيت الضحيه يعني شاب كريم لانه كيتلقى واجبات وكيتلقى العزاء كانت جماعه الحساسنه اللي شهدت الجريمه ديال القتل ديال الشاب كريم بالضبط حدا واحد المحلات حدا شي حلاق بالجماعه واللي الجميع استنكر هاد الجريمه كنشكركم مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناه شوف تي في من خلال هاد البث المباشر والى حين يعني الوصول الى معطيات جديده الجنيه يعني راه باقي في حاله فرار العناصر ديال الدرك الملكي تسابق الزمن لاجل اعتقال هاد الجاني كنشكركم مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء والى اللقاء في بث مباشر اخر تحياتنا للجميع.